اللقاء على الخير هو العهد. وبدون كلام كتير خلونا نبقى متأكدين ان 2017 كان عام المرأة، ومن غير اي سفسطة وكلام كتير وعناوين جذابة بنلاقي يعني قرار بيصدره الرئيس انتظروه نساء مصر من سنوات طويلة جدا، اكتر من 30 و40 و50 و60 سنة. القانون ده بيعمل عقوبة بالحبس لمدة 6 شهور وغرامة من 20 ل 100 ألف جنيه على كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة لميراثه. وده يعني إنجاز بيحسب بجد لدولتكم الجديدة، لأن أعتقد كتير من حضراتكم عارف تماما إن المرأة في الريف عادة لا تورث الأرض، وان لازم تكون الارض مع يعني اخواتها الذكور، وان الارض يجب الا تخرج خارج اسم العائله، بالاضافه لان في عدد ايضا من النساء في يعني المجتمعات الزراعيه وفي الصعيد ما بيبقاش مسموح ابدا لو هي متجوزه من خارج اسم العيله ان ميراثها تستلمه. علشان كده كان مهم قوي ان احنا نشوف بشكل واضح كده ازاي القرار صدر بمنتهى الهدوء وبعقوبه مشدده مغلظه، وبيعيد الحق لاهله علشان يعلي من انفاذ الشريعه. وده معناه البحث عن صحيح الدين، البحث عن صحيح الدين. طيب 2017 زي ما كان عام للمرأة، لازم كمان نفتكر كويس قوي ان بطولات المرأة المصرية كانت موجودة في كل حتة، لكن لان الحلقة بتاعتنا مخصصة للبطولات من المواطنين والمواطنات اللي ما كانوش في مراكز مهمة، يعني لا هم نجوم مجتمع ولا فنانين ولا اعلاميين ولا ولا ولا، عايزين نبص على دول، عايزين نشوف الناس دي مين، لان دول انتوا اللي اخترتوهم، انتوا اللي صنعتوا منهم نجوم، وده بيكون اجمل، لان لا في حد اشترى اصوات ولا في علاقات بتربط حد بمجله او صاحب جائزه، ولا الكلام اللي احنا بنشوفه الذي لا يلقى اهتمام لانه ثلاث ارباعه خارج الموضوعيه والمهنيه. علشان كده تعالوا مع بعض نشاور على اللي انتوا نصبتوهم نجوم حقيقيين في 2017. ولو بدأنا كده بما انه كان عام المرأة، من اول شهيدة واول شهيدة من الشرطة، ده كان يوم 9 ابريل في الحادثة بتاع الكاتدرائية في الاسكندرية، ودي العميدة نجوى الحجار. والحقيقة هي مش بس كانت يعني نالت فضل الشهادة بإذن الله، لكن كمان عندها شرف تخليد اسمها في تاريخ مصر. لازم نفتكر دايما الحكاية دي، لأن في نفس الحادثة دي كمان كان في بطولة أخرى، والبطولة دي انتوا اللي شاورتوا عليها. البطولة دي كان نموذج مشرف للشهيد نسيم فهيم، أو زي ما كنا بنقول مع بعض عم نسيم. عم نسيم كانوا بينادوه في كنيسة الإسكندرية لأنه كان بيشتغل عامل أمن في الكنيسة، والحقيقة الراجل يعني مرتبط بالمكان والمكان مرتبط بيه. عم نسيم هو الجندي المجهول لو انتوا فاكرين، اللي ساهم في تقليل عدد الشهداء في تفجير كنيسة الإسكندرية يوم 9 إبريل، لأن عم نسيم كان جواها وقت البابا تودروس الثاني لما كان موجود، والبابا تودروس كمان كان جوا الكنيسة طبعا. عم نسيم باللي عمله ده يعني منع يعني ألم كبير قوي، لأن الاستهداف وقتها كان الاستهداف للبابا تودروس. لو انتوا فاكرين عم نسيم عمل ايه، عم نسيم شك في الارهابي وهو داخل واجبره انه يدخل من البوابة المعدنية، البوابة الالكترونية. واول ما دخل من تحت البوابة، البوابة عملت الصوت بتاع الالارم ان في جسم معدني. علشان كده اعتقد ان عم نسيم من النجوم اللي 2017 حطتهم رموز حقيقية للوطن المصري، لانه قدر يعني هذا الانتباه
والصدق في العمل انه يخلي المسألة تاخد منحى مختلف تماما. لازم تاخدوا بالكم كمان لانه الحقيقة الشهيد الضابط عماد يعني بمجرد ما لمح اللي عمله عم نسيم ورجع للخلف، الإرهابي فجر نفسه، ودول اللي أنقذوا مشهد الكنيسة ومشهد البابا تودروس من إن ممكن يبقى مشهد دموي أكثر مما كان. علشان كده لما حضراتكم اخترتوا رموز 2017 بعيدا عن يعني المناظر اللي بيعملوها المجلات والاستفتاءات العجيبة بتاعة الجرايد العجيبة اللي شغلة نفسها طول الوقت بنجم المسلسل ونجم التوك شو ونجم ونجم، دول النجوم الحقيقيين، دول المصريين اللي اشتغلوا وأتقنوا عملهم وأوفوا بالعهد علشان كلنا نقدر نكمل، نقدر نعدي، ونقدر نكون موجودين مع حضراتكم النهاردة. من ضمن الأبطال الكتير دول أكيد كلنا بنشاور على البطل أحمد منسي. أحمد منسي اللي كان قائد للكتيبة 103 صعقة، واللي تولى مسؤولية هذه الكتيبة بعد الشهيد رامي حسنين بطل الصعقة المصرية. كمان أحمد منسي استشهد في يوليو 2017 في كمين البرس شمال سيناء. الشهيد أحمد منسي كتب على صفحته بعد استشهاد القائد السابق رامي حسنين، كتب وقال: في ذمة الله أستاذي ومعلمي، تعلمت منه الكثير. الشهيد بإذن الله العقيد رامي حسنين إلى لقاء شئنا أم أبينا قريب. الحقيقة أن المشهد واضح جدا وأن الحكاية بتشاور بشكل كبير، علشان كده بتبقى الدنيا من الوضوح أن الواحد يبقى حاسس بالنجوم اللي أنتوا بتفرضوها على الواقع اللي احنا بنعيشه. عارفين أنتوا بتفكروني بإيه؟ أنتوا ظهير هذه الدولة، انتوا وصلتكم الرسالة، الرسالة اللي بتقول ان بلدكم بتتغير، بلدكم بتطلع لقدام، بلدكم عايزة تطلع بره الصندوق. عايزة بس اشاور معاكم على الشيء العظيم اللي بتعملوه من دون ما الناس تاخد بالها او البعض منهم. في الوقت اللي مجلاتنا وجرايدنا وبرامجنا والناس المهمة كلهم كانوا مركزين على ازاي يبروزوا النجم فلان او الاعلامي فلان او الاعلامية فلانة، ويرجعوا يخلقوا طبقة تيجي كده من فوق ما بتعملش حاجة غير ان هي بتشتغل شغلانتها اللي هي الكلام وتاخد عليها مردود مالي. انتوا قررتوا تردوا على الاداء ده وبتردوا بشكل عملي. علشان كده بمجرد ما طرحنا مع حضراتكم مين النجوم الحقيقيين بتوعكم، شاورتوا على من اللي ما بيجيبوش سيرتهم ابدا، شاورتوا على الناس الحقيقية اللي انتوا عايزينها نجوم بجد، لان النجم عندكم هو النجم اللي قدر يعمل حاجة للوطن ده تخدم على ناس الوطن ده، مش لمجده الشخصي ولا لانه بيلبس كويس ولا لانه شكله جميل ولا لانه يعني حد مهم ولا لانه عنده علاقات جيدة ببعض الدوائر اللي ممكن تدعم عملية التصويت لصالح فلان او لصالح فلانة. علشان كده الحقيقة كان مهم قوي واحنا بنشوف كل النماذج اللي حضراتكم اشتركتوا معانا في ان هم يبقوا النجوم الحقيقية، يبقى مهم جدا جدا ان احنا نفضل ماشيين معاكم على ده. علشان كده لما كان اختياركم الإشارة لأحمد منسي، حاولنا احنا في بين السطور نفهم انتوا كنتوا بتختاروا وفقا لمعايير شكلها ايه. فاكتشفنا مثلا انه من كل المعلومات اللي كانت متاحة عن البطل أحمد منسي، حضوره في مدارس شمال سيناء والطريقة اللي كان بيكلم بيها الولاد الصغيرين لما كان بيقول لهم احنا جيشكم انتم يعني واحنا مع بعض موجودين علشان نحمي بلدنا، نحمي مع بعض البلد دي اللي هي بتاعتكم وبتاعتنا. علشان كده الحقيقة العناصر الإرهابية وقتها رصدت أرقام كبيرة جدا لأي معلومة تؤدي لاستهداف أحمد منسي. أنا الجيش صلبا لا ألينا،
أقسمنا ما نركع إلا لبارينا، في خضم اليأس نحرس أرضها، ليبقى الإباء أسمى أمانينا. لمرضات الله نبغيه عملا، ومن غدر الأعادي رضاكم يداوينا. من جبال مصر أخذنا مسكنا، وفي صحرائها قبورا تنادينا. صمتنا العزم، وفي خطانا النار، والجحيم لينظر من يعادينا. ومن آيات الله أخذنا منهجا، وسنة محمدا قائدنا وهادينا. ما نال العدو أبدا من عزائمنا، ويبقى من الماضي لنا ما يواسينا. صدقنا ما عهدنا عليه الله، وننظر رفقة قادتنا الأولين. قتلانا عند ربهم يرزقونا، وبالجهاد على العهد محافظين. فلا لوم إن أسأت الظن بي، فوالله لا ألومن الجاهل. نحن أمن مصر، نحميها سويا ونصد كيد الحاقدين. نحميها سويا ونصد كيد الحاقدين. لما احنا بنسترجع صوت الشهيد احمد منسي وهو بيلقي هذه القصيدة من كلماته، اعتقد بنقدر نلمس ايه اللي بيحصل لاجيال مصر. ليه يعني بنلاقي ناس قادرة تستشعر بشكل كويس قوي، تعبر بشكل كويس قوي، بينما في نماذج اخرى بتبقى ماشية في سكة تانية. لكن لان الحلقة بتشاور على نجومكم انتم، نجوم الوطن، نجوم ظهير الدولة، نجوم المصريين مش نجوم الفضائيات، فكان لازم نمشي ورا الخط اللي حضراتكم بتشاوروا معانا عليه. علشان كده ما كانتش بالنسبة لنا مفاجأة خالص ان الدولة تكرم الشهيد احمد منسي وتطلق اسمه على الكوبري اللي بيشق سينا. خلونا نسمع من السيدة منار محمد سليم زوجة الشهيد أحمد منسي. يعني خليني أقولك، بتستشعري إيه لما المصريين يختاروا نجوم 2017 فيبقى الشهيد أحمد منسي واحد من هذه النجوم؟ مساء الخير طبعا. أول طبعا يعني ده مؤشر حلو قوي قوي، يعني تسمحي لي بقى اقول ان ده معناها ان الشعب المصري كله مترابط وعلى قلب رجل واحد، وبيحب بلده قوي قوي، وبيحب جيشه، وعنده وعي، وعنده حب لبلده وفخر، بيخليه يخلد ذكرى شهدائه. حلو قوي الوعي اللي يخلي انسان يعني بسيط في الشارع يدور على سيرة الشهيد احمد منسي او معظم شهدائنا، ويبحث ويبقى عايز يعرف حياته واولاده، ويتواصل مع مثلا اولاده ويسال عليهم، وفي الاخر يختاروا من الشخصيات المؤثره في هذا العام. فدي حاجه طبعا يعني مبشره بالخير، وحاجه الحمد لله يعني مصر بخير. خليني اقول لحضرتك انه المصريين ما بينسوش، حتى لو احيانا يعني الناس اللي بتطلع تعبر سواء مجلات او فضائيات او غيره بيبقوا مشغولين اكتر ببهرجه الصوره، لكن في قلب المصريين، المصريين اللي بجد. طب خليني استاذه منار يعني اسمع من حضرتك برضو ايه اللي لازم نقوله لكل يعني اللي بيسمعونا. هي مصر مستهدفة بجد؟ يعني الأبطال دول اللي منهم الشهيد أحمد منسي ما بيبقاش ما بينهم مسلم ومسيحي، بيبقى يعني في شعور بالمسؤولية عن حماية الأرض. عايزاك تحكي لي ولو شيء بس ينعش كده قلبنا ويخلينا نفتكر ده، لأنه أحيانا اللحظة بتاخدنا بعيد لما يكون التركيز مثلا دلوقتي على المصريين المسيحيين بما أن سينا مقفولة شوية. فأنا عايزاهم وهم بيسمعوا يبقوا يسمعوا الصوت اللي في لحظة الغضب أو الزعل ممكن ما نستحضروش. لا ازاي بقى، ازاي ما نستحضروش؟ يعني ده موجود في مصر من يوم ما اتوجدت، من آلاف السنوات، الوحدة بين المصريين وعدم ما التوجه لأي توجهات دينية. إحنا كلنا شعب مصري وبنحب بلدنا وبنحب تراب بلدنا. أنا عايز أقول لحضرتك إن أحمد الله يرحمه يوم ما رحنا افتتاح الكوبري في إسماعيلية، كان الكوبري الثاني اللي في الأمطرة بيحمل اسم الشهيد أبانوب. فهل في أكتر من كده دلالة على إن الشعب المصري وحدة، وإن الجيش المصري
فعلا لما بيتحد وبيحب بلده وما بي ما بي يعني ما بي ما بي ما بيفرقش ابدا ابدا من مسلم ومسيحي. طيب حضرتك عرفتي المعلومه اللي قالت ان احمد الله يرحمه اللي عمل له الشاهد بتاع القبر بتاعه اللوحه الرخاميه اللي مكتوب عليها الايه القرانيه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، الشخص ده مسيحي؟ الله، يعني الشخص اللي اهدى له اللوحه الرخاميه واهداها كمان شخص قبطي. فطبعا ده معناه ان ما فيش فرق، ومصر يعني على ايد واحده طول الحياه وطول العمر. يعني عايزه ابوس راسك واقول لك دي وصيه من كل المصريين لحضرتك، وحضرتك بتمثلي نموذج لكل زوجات الشهداء، ويا رب دايما تكونوا بخير. ومصر صدقوني ان انتوا يعني في قلوب المصريين كتير، خاصة لما كمان حمزة ظهر يعني في واحدة من البرامج وكان كمان فوق الكوبري. طيب كلميني عن حمزة شوية اذا امكن. حمزة الحمد لله يعني انسان صغير في السن، حطته الظروف انه يبقى يكبر سنوات كبيرة بدري يعني ازياء على عمره، بس الحمد لله هو مستوعب كل حاجة وفخور جدا وفرحان وفاهم وعارف كويس قوي هو هدفه ايه. هو حط هدفه من دلوقتي وخلاص، وكل ما يتكلم يقول انا ان شاء الله هبقى زي بابا، انا ان شاء الله هكبر واستشهد. وفرحان طبعا بالكوبري جدا، يعني يوم اللي كان فرحه بالنسبه له كبيره قوي انه يقابل سياده الرئيس وانه يبقى واقف على الكوبري بتاع والده وهو مسميه كوبري بابا. لا طبعا فرحان جدا يعني. طب اخر تعليق، انا عرفت انه الشهيد العقيد وائل كمال يعني ده استشهد تقريبا من 10 ايام وطلب انه يبقى موجود في مقبره الشهيد احمد منسي. أيوة. يعني لو برضو تساعدينا نعرف ايه العلاقة. هو رائد الله يرحمه طبعا، وهو صغير في السن يعني غير متزوج، وهو ما اهتمش بأي حاجة في حياته وما اهتمش بالحياة اللي كلها قدامه وما اهتمش بالدنيا. وأول حاجة عملها بعد استشهاد أحمد من حبه فيه والعلاقة كانت يعني شديدة جدا بينهم، طلب نقله يعني تاني يوم على طول طلب نقله وتوافق له على طول يعني من القيادة، وكان حالف ان هو يجيب حق احمد. اللي انا عرفته بقى واللي تاكد لي ان هو جاب حق احمد قوي 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 وزياده، ورفع راس احمد وفي الاخر راح له. اللي انا عرفته امبارح انه اخر كلمه قالها وهم واخدينه ورايحين بيه على المستشفى يسعفوه قبل ما روحه تفيض الى بارئها، ضحك كده وقال لهم انتوا خايفين وزعلانين ليه؟ ده انا رايح لحبيبي. والله يرحمه. وهو كان حاطط هدف قدام عينيه، يعني يا اما هو هيجيب حق احمد يا اما هو هيروح لاحمد، والحمد لله هو عمل الاثنين. ربنا يعني يا رب يعني دايما يثبتكم. وخليني اقول لحضرتك المصريين شافوا في الشهيد احمد منسي يعني رمز من رموز 2017، وتاكدي انتوا في قلوب المصريين. بشكرك شكرا جزيلا السيده منار محمد سليم زوجة الشهيد احمد منسي. وزي ما قالت هي بلسانها كده انه زي ما كان في الكوبري ده كان في كمان الكوبري بتاع ابانوب. ما هي مصر ما بتفرقش بين ولادها، مصر الكل ولادها فعلا. علشان كده ده الجندي في الجيش هو اسمه جندي مصري، ما بنقعدش ندور على هويته الدينية. خلوني أقول لحضراتكم الحكاية بتاعت أبانوب صابر جبالله جرجس ابن مدينة الأنطرة غرب، ده واحد من أبطال معركة الشيخ زويد لو أنتوا فاكرين، اللي رفضوا أن تترفع الراية السوداء راية الإرهاب على أرض سيناء الحبيبة، لأنه وقتها المعركة طالته هو و16 شهيد من خير أجناد الأرض. الرصاصات الغدر اللي كانت في تقريبا يوليو 2015 الدولة قررت تكريم أبانوب في 2017 وأطلقت اسمه على كوبري الأنطرة تكريم لي. علشان كده هو رمز من رموز التضحية والفداء، وحضراتكم إخقاط هو وزمايله فيها ما لا يقل عن 100 قتيل من الإرهابيين وتدمير أكتر من 20 عربة. والحقيقة لازم هنا كمان نتذكر قد إيه كان يعني إيمانهم بأن هذا الإرهاب الغادر
لا يفرق ما بين جندي مصري مسلم وجندي مصري مسيحي. علشان كده المصريين وقتها استقبلوا بالآلاف من المسلمين والمسيحيين جثمان أبانوب، وده كان تجسيد كبير جدا للوحدة الوطنية، لأن دي الهزيمة الحقيقية لقوة الشر. خلونا كمان نحاول نسمع شوية من أم الشهيد أبانوب جرجس. يعني خليني أحيي حضرتك، يعني إحنا بنقرب كمان من العيد، يعني يوم 7 خلاص أهو، ويعني أقول لحضرتك إن كل المصريين اختاروا أبانوب واحد من الشخصيات البارزة ل 2017 بعد إنشاء الكوبري اللي بيحمل اسمه. خلينا نتذكر معا أبانوب، تقولي لنا إيه؟ أبانوب الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أبانوب ابني، يعني حاجة كده، الحنية والطيبة والأدب والأخلاق وكل حاجة كده متكونة في أبانوب. الحمد لله. مش عشان ابني لا، بس هو يعني فعلا كده، وبيحب كل اللي ليه، وبيحب زملاته جدا جدا، وبيحب حتى لما راح الجيش او كده كان على طول يتكلم عن صحابه في التليفون، ده هم حبايبي، ده هم مش عارف ايه او كده، يعني حتى معظم زمايله كانوا بيحبوه جدا او كده. ف يعني طيب. أبانوب حلوه يعني اكيد. طيب الرموز ده اداكي شعور بايه؟ ربنا كرم أبانوب فوق في السماء وكرمه على الأرض، ومن ناحية تانية يعني بعد ربنا سيادة الرئيس ربنا يخليه لنا برضه، افتكر ابنه الشهيد والقوات المسلحة افتكرت ابنهم والفريق مهاب، يعني ده حاجة كبيرة أوي أوي أوي، هو وكل الرجال اللي شغالين معاه ناس يعني فوق الخيال. كفايه ان هم يعني حسسوكي فعلا ان ابنهم أبانوب قبل ما يكون ابني انا. طب الحمد لله. علشان احيانا بخاف قوي، انت عارفه دايما قبل العيد يحاولوا ينكدوا علينا اهل الشر بانهم يستهدفوا اماكن عند الكنائس او كده، فبخاف قوي بجد على زعلكم، فانا مبسوطه ان ده شعورك ان الاستهداف هو لمصر مش لمصري مسيحي او لمصري مسلم. لا أبانوب يعني ما فيش فرق بيننا وبينه، هو وأحمد المنسي ومحمد وماهر كلنا واحد، ما فيش فرق، فرق الدين ده عند ربنا، يعني احنا ما عندناش تفرقة. ربنا يخليك. أبانوب وأحمد بالنسبة لي ولادي. أنا سعيدة قوي بالجملة دي، أنا سعيدة قوي 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 بالجملة دي. لا ولادي كلهم ولادي، لأن أنا في الآخر مصرية مش مسيحية ولا مسلم، مصرية. طب خليني أسألك، أنت كان عندك قبل أبانوب حد دخل الجيش؟ عندي في شوي كان مدرعات، كان أيام 2013 تمام في الزقازيق، كان خدمة للمخابرات يعني المناطق اللي هي الهامة في الزقازيق. وكانت ذكرياته عن مدة الخدمة بتاعته في الجيش عاملة إزاي؟ يعني هو كان كل اللي كانوا معاه كانوا بيحبوه، لان هو كان بيحبهم جدا، ما كانش في تفريق، يعني كان على طول يقول لهم هم ناس كويسه بيحبوني وبحبهم، وكانت خدمته كويسه جدا وكده، ما الحمد لله في تفرقه. يعني انا عايزاكي تقولي لي الجمله، كلهم بيحس ان هم راجل واحد. انا عايزاكي تقولي لي الجمله اللي قلتيها علشان ابقى متاكده اني بقولها صح، انه هم كل يعني الدين ده لربنا، لكن هم على الارض كلنا اخوات، كلنا انسان، كلنا انسان مصري واحد، ما فيش مسيحي ولا مسلم. الكلام ده بقى عند اللي هم اعتقاداتهم على قدهم، لكن بالنسبه للانسان المصري ان انا مسيحي ومسلم يد واحد. بشكرك بشكرك وكل الامنيات الطيبه وببوس راسك. والمصريين ما بيغلطوش ابدا بالفطره، لانهم لما اختاروا أبانوب جرجس كانوا عارفين بيختاروا مين. بشكرك ام الشهيد أبانوب جرجس، اعتقد انتوا كده بقيتوا على يقين ليه البلد دي هي الناجيه، بعيدا عن الاصوات المزعجه اللي بتملى السوشيال ميديا، الاصوات اللي بتعرف تتكلم اي كلام، الاصوات اللي بتتكلم من قلبها بفطره سليمه بتعرف تقول، والكلام بيدخل
يدخل قلبكم من غير كلام كتير ولا صوت عالي ولا هي مين. عرفتوا من نجوم 2017 بجد؟ والله ده انتوا على الراس من فوق، انتوا بجد ظهير الدولة دي. علشان كده لما بتفكروا أسرة أحمد منسي وهو رمز، لان مش عايزه اي حد من اهالي الشهداء يزعل، ولما بنتكلم على ابانوب هو رمز، المصريين بيجيبوا شهدائهم ويحطوهم هم رموز 2017، لا بيقولوا نجم المسلسل ولا اجمل مسلسل ولا احسن مذيع ولا احسن مذيعه، المصريين عارفين وبلدهم بتعدي هم دول نجوم 2017 بجد. علشان كده تعالوا بقى نبص مع بعض على المشهد اللي اعتقد كلنا اتشدينا ليه، وكلنا وقتها شعرنا بالفخر لما شفنا البيان اللي نزل على صفحة المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي يوم 24 يوليو 2017 لو انتوا فاكرين. البيان ده كان بيعرض فيه المتحدث العسكري مشهد لدبابة مصرية بتتصدى لواحدة من سيارات الدفع الرباعي واللي كانت محملة بالمتفجرات. لفت انتباه سائق الدبابة وجود أربع عناصر إرهابية جوه السيارة، سيارة الدفع الرباعي دي، مسلحين بالآلي بالرشاشات وكانوا بيستعدوا للمغادرة علشان طبعا استهداف الكمين زي ما احنا عارفين، لان دي الطريقة اللي كانوا بيتعاملوا بيها. وكمان كان في النقطة دي عشرات من المدنيين زي الصورة ما بتوري حضراتكم، وده الامر اللي خلى سائق الدبابة بدون ادنى تردد يقرر اعتراض السيارة والتصدي ليها، برغم ان هو عارف ان ممكن في حالة الاصطدام يحصل عملية التفجير، وبرغم ان هو عارف لانه شاف ورصد الآلي والمتفجرات والندول ملثمين، يعني ناس جايين يعملوا عملية يعني معاهم مواد شديدة الانفجار. الحقيقة ان المظهر ده والطريقة دي من الحاجات اللي الغرب كله قاعد يذاكرها كويس. عارفين ليه؟ لان البطولة الحقيقية وهو بيتحرك بجسم الدبابة، ان الدبابة اصلا وفقا يعني محركها والتقنية بتاعتها ما تقدرش تناور، يعني ما تقدرش تلف، ما تقدرش تتحرك الحركات اللي ممكن نعملها بالعربات والسيارات بتاعتنا العادية دي. علشان كده دلوقتي البطلين محمد رمضان اللي هو كان بيسوق الدبابة والجندي محمد أحمد إسماعيل، الاتنين دول كانوا نموذج من النماذج اللي شاورتوا عليهم بكل فخر ان دول هم جزء أساسي من مشهد نجومية 2017. رحت الكمين، الناس اللي هناك استقبلونا احسن استقبال، وقائد الكمين استقبلنا. بعد كده اتدربت على جميع الاسلحه في الكمين، واتدربت على الدبابه وجميع الاسلحه في الدبابه وخصوصا السواقه. بعد كده بدانا نطلع دوريات تمشيط كل يوم، واحنا في دوريه التمشيط جالنا اشاره على الجهاز اللاسلكي ان المكان دوت لازم يتمشط عشان فيه امداد للمداهنه، واحنا بنمشط الطريق لف كانت فيها عربية فيرنا وميكروباص واقفين في وسط العربات الملكي. أول ما لقوا الدورية داخلة راحوا لفوا ورجعوا، وجت العربية الفيرنا لوحديها بأقصى سرعة وقفت في محيط الدبابة من 2 ل 3 متر قدام الدبابة. أول العربية ما وقفت قدام الدبابة من 2 ل 3 متر، والسواق نزل الجزاز وطلع السلاح في وش الصف ظابط بتاع المهندسين اللي هو بيمشط الطريق، فحصل علينا تعامل من ناحية اليمين من ناحية الزيتون، فقررت ان انا الف مدفع الدبابة واتعامل بالنص بوصة والموازي عشان خاطر احمي الدورية اللي هي الدورية والناس المدنيين اللي هم كانوا ماشيين على الطريق والعربيات المدنية. وانا لما لقيت العربية هتنفجر في الكمين وفي الدورية قررت ان انا اطلع عليها. الحمد لله العربية ما انفجرتش في الدبابة، ولفيت الحمد لله ورجعت. ربنا سبحانه وتعالى
بيلهمنا الصبر من عنده، ان الخوف ده ما نفكرش فيه خالص، وان دي شجاعه مش ليا لوحدي، دي لكل ابطال شمال سيناء القوات المسلحه، واحنا كجنود وابطال قادرين ان احنا ننضف شمال سيناء من كل الارهاب والتكفيرين اللي فيها ان شاء الله. انا لو اتعاد بيا الموقف تاني هكرره مره واثنين وثلاثه وعشره، ان احنا على حق وهم على باطل، والشجاع بيموت مره واحده اما الجبان بيموت الف مره. ده الكلام اللي من القلب واللي مش محتاج يعني خبرة أو احتراف الكلام، اللي زي واحدة زي دي حرفتي الكلام. الناس دي بتتكلم من قلبها وبتتكلم بسلاسة جدا وبتحس إن اللي عملته ده عادي. تخيلوا اللي بيعملوه ده هو العادي، بس بيحسوا بالتقدير لما حضراتكم بتفرضوا علينا في بين السطور ان دول النجوم الحقيقيين ل 2017، لا نجوم الموقع الفلاني ولا الجريدة الفلانية ولا المجلة العلانية ولا اي حاجة من الحاجات دي. علشان كده تفتكروا لما بنقول ان مصر هي الدولة الناجية في الاقليم والمستجدات عمالة تحصل بسرعة جدا اهي، تفتكروا احنا بنبالغ؟ طيب ما تيجوا نفكها. هو كان في فرق بين عم نسيم في كنيسة اسكندرية وبين مثلا عم صلاح في حلوان؟ عم نسيم المصري المسيحي اللي قرر انه يواجه ويفدي البابا ويبدأ يتعامل من بره الكنيسة، وعم صلاح اللي رمى نفسه على شخص يعني بيرتدي حزام ناسف وكان ممكن ينفجر فيه، هم دول المصريين اللي بجد، وهم دول المصريين اللي وقت الأزمة بيتحركوا بمنتهى الاندفاع وبيعملوا حالة من حالات الإرباك لأي حد بيدرس الواقع ويقيمه. لما نشوف المشهد نعرف كويس قوي هم دول المصريين، يطلعوا ويتحركوا بمدرعة كأنها عربية عادية تقدر تناور، يدخلوا يحضنوا حزام ناسف ويبقوا عارفين ان هم هيطلعوا منها ناجيين، وعم نسيم اللي بيحمي البابا ويفديه ويشتبك من قبل ما يسمح لهذا الارهابي بدخول الكنيسة، هم دول المصريين. ارجوكم اوعوا في لحظات الحزن او الغضب تعتقدوا ان مصر اي حد غير دول. علشان كده لما بتختاروا نجومكم بتقولوا بكل صدق هم دول النجوم. هنكمل في نجوم 2017 بتوقيعكم انتوا ظهير الدولة بعد الفاصل. بكل الخير برجع لحضراتكم، والحقيقة اختياركم لنجومكم اختيار مفعم بقدرتكم بجد اللي لازم ننحني ليها قد كده. يعني هذا الشعب عندما يقرر بحس انه قادر يشوف كويس قوي اكتر من اللي طول الوقت بيقنعونا ان هم شايفين. خلوني اقول لحضراتكم اعتقد قلوب عدد كبير جدا من الشعب العربي من المصريين اذا ما كانش كل الشعب المصري بجد يوم 4 يناير هيكون في انتظار اعلان من هو أفضل لاعب في أفريقيا، خاصة أن لاعبنا الكبير محمد صلاح هو يعني واحد من أكثر المرشحين توقعا للفوز بهذا اللقب عن 2017. خلونا بسرعة كده نتذكر ليه بتختاروا محمد صلاح. البعض بيسميه صانع الفرحة عند أكثر من 100 مليون مصري، لأن محمد صلاح هذا النجم المصري اللي حط اسم مصر ولعيب مصر علشان يدخلوا سباق زي ما بيسموه يعني سباق الريتس العالمي عشان يبقى مصنف كده عالمي، اللي بيلعب دلوقتي لصالح نادي ليفربول الانجليزي. هو رمز مصري لانه ابن قرية نجريج، دي واحدة من قرى مركز باسيون في الغربية، وبيسجل قصة نجاح حقيقية جديرة بالاحترام، عنده رحلة بيحقق فيها حلمه بدون ما حد يسنده ولا يكون ابن فلان ولا طالع من النادي الكبير قوي ده ولا النادي الكبير قوي ده ولا اي حاجة من دي خالص. بس هو كان مؤمن ان لديه ما يمكن ان يقدمه، وخاصة وهو بيقدمه طول الوقت بيبقى عنده شعور بالتواضع لانه يعلم تماما ان ما لديه هو منحة من ربه، اذا لم يرعاها هيرعاها بحاجتين. أولها أنه يعني يعمل التمارين المطلوبة للحفاظ على هذه اللياقة لهذه المهارة اللي ربنا ادهاله، وعلشان ربنا هو اللي مديهاله لازم يعني يوقف اللسان عن كثرة الحديث، يوقف الشره
للإقبال على الفلوس اللي هو بقى جزء من الإيذاء اللي كل الدنيا بتجري عليه، وهم مش واخدين بالهم إن هم اللي بيقولوا ربنا لا لا إحنا عايزين الفلوس، فبيختاروا الفلوس، فربنا بيديهم الفلوس اللي هم اختاروها، بس بيدفعوا الفاتورة أكتر بكتير من اللي اختاروه، لأن الأساس في يعني حكمة إنه ربنا يخلي الأديان ويخلينا هو الطاعة. ربنا بيختبر مخلوقه في الأرض سواء كان يهودي أو مسيحي أو مسلم، أي مخلوق في الطاعة، إن إزاي هذا الإنسان يطيع ربه. علشان كده تعالوا نفتكر مع بعض اللقطة بتاعت الكونغو لما دخل فينا الجول، تقريبا كانت في الدقيقة 86، وكان حلم الوصول لكأس العالم تقريبا بقى سراب في عيون 100 مليون مصري. قام وكأن في مس يعني واضح، انا ما بحبش طبعا الكلمات دي عشان كده قلت كأنه مس، لكن هو لانه بيراعي ربنا فيما منحه اياه، مش بيطمع في اللي ربنا ما ادهلوش، قرر وبسرعة بحكمة القائد وبسلوك القائد وبإصرار المصريين لما بيقرروا وقت الشدة، ان كان في 11 مقاتل في ملعب المباراة وكأنهم قدام مش بس القدر في اللحظة دي ولا معركة فاصلة كأننا في 6 اكتوبر بنستعيد شرف العسكرية المصرية، لا، هو قرر ان استعادة الفرحة والشعور بالامل من وسط كل اللي بنعيشه علشان نوصل لكاس العالم اللي هي في نهاية الامر اللي هيشكل للمصريين شيء عظيم جدا. علشان كده بصراحة كان بالنسبة للمصريين لحظة فارقة، لانه بعد 28 سنة من حالة الانتظار بيتم التأهل عن طريق هذا الهدف اللي بيسجله صلاح وندخل مرة تانية. لازم تبقوا عارفين، لازم تبقوا عارفين كويس قوي انه هي دي لما بيقولوا لكم ان المصري متدين بالفطرة، اوعوا تسمحوا اللي بيضحك ده يا اما مش فاهم يا إما سيء النية، لأن التدين البسيط ده هو اللي بيفتح البصيرة. علشان كده هو بيقوم ما بيفتكرش إن باقي الدقائق مش هيقدروا يتحركوا فيها، لا، ده بيقول له إحنا هنعمل وهنجد، هل تعطينا؟ من الرموز المهمة جدا اللي شاورته عليها لنجومية 2017 كان الحج حمام الفلاح الفصيح، لأنه ابن قرية المرشدة في إنا لم يمنعه حبه للرئيس من انه يواجهه بحقيقة استيلاء العشرات على اراضي الدولة في السنين الطويلة اللي عشناها. وبعد هذا الحديث الجريء باعطاء يعني بيقرر اعطاء اهالي القرية عدد من الافدنة 1000 فدان علشان يتم استزراع يعني كجزء من مشروع 1.5 مليون فدان. والحقيقة القصة بتاعت عم حمام ان انتوا تستحضروها ان ده النموذج الايجابي للمواطن المصري اللي بيواجه الرئيس اعلى سلطة في الدولة. بصوا قد ايه انتوا عبقرة وانتوا بتتحركوا على مساحة الوطن، ما بين اللي بيقدم روحه ومستقبله ومستقبل عياله، بيقدم عمره ودمه شهيد يكون أبنوب أو منسي أو غيرهم، وما بين نجوى اللي بتضحي باستقرار أسرتها وتقوم بواجبها في اسكندرية، لازم نروح الناحية التانية. شوفوا قد ايه انتوا بتعرفوا لما بتقرروا ان انتوا تملوا ارادتكم على كل الصحافة والفن والفنانين والمجتمع اللي مصر يشتغل من الصندوق القديم، علشان تعرفوا انتوا سابقين الكل، وبسباقكم ده الحقيقة البلد دي بتعدي. احنا فندم بطل وعضو الورق. خلونا نروح للحاج حمام عمر الفلاح المصري الأصيل، وبنقول لحضرتك المصريين اختاروك نجم مهم من نجوم 2017، لأنه يعني كان في لحظة مواجهة، كتير من المصريين بيحبوا يوصلوا صوتهم للقيادة وإن هم مع القيادة في محاربة الفساد، وحضرتك كنت النموذج ده والمصريين اختاروك. خليني أسأل حضرتك النهاردة بعد التجربة اللي عشتها دي، الدنيا وصلت
وصلت معاك لحد فين؟ هل بالفعل كل اللي انت قدمته وطلعت شرحته قدام الرئيس بتشتغلوا عليه انجزتوا منه قد ايه؟ اولا كل سنه وانت طيبين. حضرتك بخير. انا سعيد اني انا اكون مع قناه اونلايف، واللي حضرتك بتقوليه ده انه المصريين كلهم مرشحينك يعني كشخصيه مهمه في 2017، انا بعتبره ده تاج على راسي وسعاده ما بعدهاش سعاده ثاني. وانا قصاد كده بنحني لكل المصريين، بنحني للشعب المصري كله الرئيس، ونشكر كل المصريين، وتشجيع المصريين ده ليا ومنحهم لي. طيب. هذا اللقب ده بيخليني ان انا انحني ليهم واشكرهم. وانا يعني او اوعد اهل بلد المعزه ومركزي مركز الوقف هنا ومصر كلها اني انا اجتهد، اني انا اجتهد ان شاء الله باذن الله. اما عن سؤال حضرتك، الاجراءات اللي هي اتخذت وما وصلنا اليه، فعلا في اجراءات شغاله وعملوا يعني معايير معينه عشان الناس اللي تستحق الارض دي، واتقدم المطلوبين كلهم. كان الرئيس قرر 1000 فدان، فاللي هو كلام الوزير قال له المطلوبين 400 عشان يبقوا في 400 في فدانين ونص بال 1000 فدان، لكن انطبقت عليهم المعايير يقاربوا من 1000 يعني 978 واحد. فقال له سياده الرئيس، ودي هديه اخرى من سياده الرئيس، انه كل اللي تنطبق عليهم الشروط ياخذوا، وده معناه انه تزداد الارض من 1000 فدان ل 2500 فدان تقريبا. ما شاء الله. فتحيه لسياده الرئيس. ما شاء الله، ربنا يخليك. عايزك تعلق لي تعليق جميل كده بلغتك الحلوه قوي دي. هو المواطن المصري لما بيكون ايجابي دي معناها ايه؟ لما يكون ايجابي؟ يعني انت كنت ايجابي في طلب الحق. هو المواطن المصري، المواطن المصري زي ما كنت انا حضرتك في الفقره اللي عدت، وده انا سعيد جدا ان تحطيني جنب نجمنا المحبوب نجم محمد صلاح، وتقول التدين بتاعه المصري، التدين بالفطره والطيبه اللي هي الفطره دي، هي ديت الايجابيه. احنا بنعمل من كده، احنا نشأنا من الارض المصريه، من الطينه المصريه، من التراب المصري، بطيبتنا وباخلاقنا وبتديننا الفطري اللي احنا عشنا عليه. هي ديت الايجابيه اللي تخلي حتى في مطلبه الانسان المصري لما بيجي يطلب حاجه زي اللي انا طلبتها من سياده الرئيس، فعلا بيطلبها بفطره، بيطلبها بتلقائيه، بيطلبها بحب، بيطلبها بعشمه في قيادته، بامله الكبير في قيادته ان هي هتسمعه. كثيرين سالوني وقالوا انت لما تكلمت قدام الرئيس كنت متوقع انه انت اصلا تتكلم او الرئيس رد فعله ايه؟ قلت انا كنت واثق جدا كان ردي انه سياده الرئيس لو سمعني يبقى هالرد هيكون ايجابي، ايجابي. ده الكلام اللي انا قلته، انه لو هو سمعني وسمع صوتي متوقع رد 100% هيكون ايجابي، وده هو ده اللي حصل. ربنا يخليك يا حاج حمام، لانه الحقيقه هي دي البوصله اللي انا دايما بقول لظهير الدوله، خليكوا على ثقه في القياده. الحاج حمام كان عارف انه مظلمته لما هتعرض طالما هي على حق الرد هيجي، بس الرد ده ما فيهوش الاستعجال، وعشان ما كانش فيه الاستعجال كمان خدوا اكتر من اللي تم الوعد بيه وفقا للحاج حمام. بشكرك شكرا جزيلا. خلوني سريعا اشاور على اللي اخترتوهم الحقيقه، لان 2017 كمان قدم لنا نموذج زي حكايه ياسين الزغبي. كلنا فاكرين ياسين الزغبي اللي دخل علشان يسلم الرئيس عدد من الرسائل الكتيره جدا اللي جمعها من كل المصريين، لدرجة انه اصبح ايقونة وشعار لمنتدى الشباب الدولي في شرم الشيخ، وكانت الصورة بتاعته هي قلب البوستر اللي كان معلق على كل الاماكن. وازاي المواطن المصري ده ممكن مع اعاقة حركية يقدر يبقى مواطن ايجابي ومواطن فعال؟ والحقيقة ان ياسين كمان يعني بقى رمز من رموز التواصل المصري مع العالم، عالم. وده اللي بيقول ان لو ولادنا كلهم عرفنا ان لو ربنا اداهم حاجة لازم نعرف ان في منحة، لان ربنا لا يعطينا الا ما نستطيع ان نتحمله، بس المشكلة بتكون في المحيطين. اذا الام كانت على وعي وقدرت توقف ابنها او بنتها على رجليها، قدرت تفهمها ان دي منحة مش نقمة مش تخليها تكره نفسها، الدنيا هتفتح معاها. علشان كده تعالوا نبص بسرعة علشان وقتي اللي دايما مش لصالح
نطلع من ياسين اللي ما قدرتش اكمله معاكم ونشوف نموذج آية طه اللي رغم اصابتها بضمور العضلات ويعني ممارسة حياتها تقريبا كلها على المقعد المتحرك اللي كان يعني من الطبيعي لو هي في اسرة انا اسفة للغة نكدية كان هيقول لها خلاص اتركني انت مالكيش تعيشي، لكن مع ذلك تميزت علميا وكان عندها تفوق علمي، تصدرت قائمة الأوائل في الثانوية العامة وحصلت على 407 من 410. آية دي اللي كرمها الرئيس يعني من ماله الخاص شعر بأبوة تجاهها وأهدلها السيارة المؤهلة ليها، يعني سيارة تتناسب مع نوع يعني قدرتها الحركية المحدودة. الحقيقة النماذج كتير قوي، أعتقد كتير مننا ممكن يبقوا فاكرين مثلاً ريم وغيرها من الرموز اللي الرئيس كرمهم، لكن أنا كلنا فاكرين مريم، أنا أسفة مش ريم، مريم. خلوني أقول لحضراتكم في الأربعين ثانية المتبقية، دول اللي أنتوا قلتوا ورديتوا على كل الناس اللي بتشتغل بشكل عشوائي وفاكرين ان هم اللي في ايديهم الحل والربط، دول هم شخصيات 2017 وانتوا قلتوا ان الشخصيات اكتر بكتير من وقت برنامج بين السطور، لكن على قد الوقت شاورتوا ومن كل حتة، من اللي بيضحي بجسمه للي بيعرف يشتغل ويقدم بلده بصورة كويسة، للي بيعرف يطلب الحق، للي بيحارب الشر واهله. خلوني اقول لكم انتوا الامل الحقيقي، انتوا حائط الصد الاول، وانتوا بجد اللي واخدين البلد دي لقدام. ولو لسه بتصدقوني انا متاكده ان شاء الله ان احنا الدوله الناجيه والايام بينا، ويعني الشهور الاولى اللي جايه دي من 2018 هيبقى ليها كلام كتير في كل الاقليم. الى اللقاء.